المخدرات منتشرة بين الشباب من كافة الأعمار، بالشارع، بالجامعات، وبالملاهي الليلية. تجار مخدرات استغلوا بعض الأحداث الأمنية يلي شهدها لبنان في بعض المناطق، وشرعوا بتجارة السموم الغير مشروعة. والمفارقة أنه معظم حوادث السير لنتج عنها ضحايا ومعظم كانوا تحت تأثير المخدرات. طبعاً مصدر المخدرات الأساسي هن عصابات الإتجار بمنطقة البقاع الشمالي، ولكن بسبب الخطط الأمنية لنفذت بالبقاع وصعوبة التنقل بالبقاع دفع ببعض التجار إلى نقل أعمال لجبل لبنان، وتحديداً بمنطقتي الفنار بالبطن الشمالي وبالضاحية الجنوبية لبيروت. انطلاقاً من المهام الملقاة على عاتقنا كمكتب مكافحة المخدرات المركزي لقمع تجارة المخدرات ومروجيها، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات اللي منقوم فيها بشكل متواصل ودائم، بإحدى المراحل توفرنا معلومات عن شخص عم بيقوم بترويج المخدرات وشتى أنواع السموم المخدرات بمنطقة الفنار الزعيترية، وهو بينتمي أو من منطقة البقاع، هو من منطقة البقاع ومقيم بمنطقة الزعيترية. من حوالي السنة تقريباً بدأ سكان المتن الشمالي يسمعوا عن تاجر مخدرات بيركز عمله ضمن مبنى سكني تابع لألو بمنطقة الفنار، وعرف أيضاً أنه معظم متعاطي المخدرات عم يقصدوا هالمكان لشراء المخدرات. بدأت التقارير تتوارد إلى قيادة الشرطة القضائية وتأكد أنه هناك أشخاص متواجدين بهالمبنى بيقوموا بنقل المخدرات من البقاع وبيعها بالمبنى المذكور. خلال هالعملية، هيدي عملية الاستقصاء والمراقبة، قمنا بتركيز عناصرنا وضباطنا ببعض الأمكنة المطلة على هالمنطقة هي وعلى المبنى اللي متمركز فيه الشخص هيدا، واللي قلنا كان يعني حاز على لقب أبو سلي. كل المنطقة وكل بيروت وكل جبل لبنان بتعرفه، وهيدا الشيء اللي نحن مش ممكن نسمح فيه. بدأ مكتب مكافحة المخدرات المركزي بتكثيف استطلاعاته بالمنطقة عبر تكليف خلية عمل مؤلفة من ضباط وعناصر للتأكد من كافة حيثيات القضية، تمهيداً لاتخاذ كافة الإجراءات. المعلومات بلشت توصل أنه في تاجر مخدرات موجود بهالبناية بهالمنطقة بالذات، صوب منطقة عكرياً تعتبر تابعة للسبتية، بس هي بتصير بأوطى منطقة الفنار. المعلومات تقول انه فيها الجماعة موجودين، تاجر مخدرات موجود، متعاطين مخدرات عم يجوا على هذه المنطقة، على هذا المبنى بالتحديد عم يشتريوا مخدرات من عدة انواع. شو كانت اول مهمة لكم كمجموعة رصد تكلفتوا بهيدي القضية؟ صح. المعلومات عادة مثل اي عملية، بس تورد المعلومات لرئيس المكتب بتكلف مجموعة لتقوم بعملية الرصد والمراقبة لحتى تتأكد من هالمعلومات يلي توفرت بتكون لرئيس المكتب ومدى صحتها قبل أي عملية تحرك ومداهمة لهذا المطرح. عزاوه ربيع حطيت له لحظه كده عم يتقلب كده على بدل ما
رئيس المكتب قام باستطلاع المبنى عن كثب. إذا بدك أنا بيهمني أخذ فكرة عن الشارع والطرقات، عرفت شو؟ بدي أخذ قرار عليا للعملية، أعرف شو في عندي على الأرض، عرفت شو؟ هلا باخذك مطرح كاشف أول شيء من فوق. درسنا دراسة يعني كافية، ممكن يعني من وين ممكن نفوت على المبنى ومداخله ومخارجه وكل العملية، في حال بدنا نقوم بالمداهمة لحتى تكون بالصورة الناجحة. هون هذا هو الدرج. هذا هو هذا هو البنايه اللي فوق. هذا درج بودي على بنايته، هذا درج بودي على بنايته 100%. انا بقى هو مين عم يشتريها يعني؟ ها هيك بيجوا المصروفه هاي المرسيدس بعرفها للمنطق. المبنى المؤلف من عدة طبقات موصول بعدة طرقات خلفية وأمامية بتسهل فرار الأهداف وبتفتح ممر على منطقة الزعيترية بالفنار، حيث ممكن أنه يلجأ الهدف الأساسي. المشكلة كانت بتكمن بأنه الهدف الأساسي عين زين الملقب بأبو سلة متواجد بالبقاع بأكثر الأوقات ومتحصن ببؤرة غير متعاونة مع الدولة ومكتظة بالمطلوبين للعدالة. هو متواجد بالبقاع بصورة دائمة؟ صح، بصورة دائمة بمنطقة البقاع، وعملية إدارة المبيع وتجارة المخدرات عم تتم من مطرح تواجده بالبقاع عبر استخدام وسائل الاتصال يلي هلأ متوفر. تم رصد متعاطي المخدرات اللي عم يقصدوا المبنى المذكور لشراء المخدرات. هذا واحد نازل. هذا شو هذا؟ هذا النازل شو بيشتري منه؟ هذا واحد طالع. شفت؟ شفت السلة؟ ايه. أخذ هلا بينزل. هذا طلع بعد. بس خليها هيك. كانت مجموعة مراقبة بعيدة عم ترصد المبنى.
وتفيد المجموعات المتحركة على الأرض بأنواع السيارات والأشخاص اللي عم يدخلوا ويخرجوا. سوبر شارج أسود. رينو ميغان بيضة، لابس أبيض. واحد لابس أسود. شيروكي. شيروكي شلونه؟ جردوني. شبان شبان على المطور، شبان على المطور. رينو ميغان تكفي. هوندا سعر بيه أخضر. تم نصب حواجز ليلية وإلقاء القبض على عديد من المتعاطين لمعرفة معطيات أكثر عن المكان. أثناء إقامتنا للحواجز بلش يتكشف لنا شغلات كثيرة، لأنه بالفعل صرنا نوقف بعض الأشخاص اللي تبين لنا أنه يقولوا أنه نحن بكل حرية على طول كنا نجي نشتري من هالشخص هيدا، وصرنا وقت طويل منجي نشتري وعملنا على توقيفهم وأخذنا اعترافات منهم أنه هالشخص هيدا عم ببيع شتى أنواع المخدرات. بجاي جيب من هون حشيش من عند مين؟ أوصلي هول دفتر اللف تبعك كرمال شو هدول؟ هلا بس وكانت الحواجز بشوارع محاذية للمبنى لتوقيف الأشخاص المقصودين. المتعاطين إلى ثكنة حبيش للتحقيق معهم والاستماع إلى أقوال وشهادات. بالوقت يلي كان مكتب المكافحة منهمك بالتحضير للمداهمة، ووصلت معلومة جديدة بتفيد انه عصابة المخدرات موضوع البحث والملاحقة، بدأت بتوسيع نشاطها خارج المنطقة المتواجدة فيها. الحواجز يلي نصبت بشوارع فاجأت المتعاطين، وبدأ قسم كبير منهم يتمنى عن القدوم الى وكر المخدرات خوفاً من إلقاء القبض عليه. فاعتمدت طريقة جديدة من قبل عصابة المخدرات، تمثلت بإرسال البضاعة عبر مروجين على الدراجات النارية على طريقة الدليفري. في عندكم معلومات أنه في أشخاص عم بيوصلوا مخدرات من عنده على مناطق تانية من طريق الدليفري، يعني ما اكتفى بالناس يلي بيجوا بيقصدوه بيشتريوا من عنده، في ناس ما عم ياخذوا هيدي المجازفه ويجوا يشتريوا من عنده خصوصا بعد الحواجز يلي عملتوها، فعم يعتمدوا طريق الدليفري عبر مروجين مخدرات تابعين لهذا الشخص عم بيقوموا بنقل المخدرات. هودي شو مع معطياتكم معلوماتكم عنه؟ بالمبدا هو كتاجر مخدرات حتى بزود يمكن مروجين بهالمواد لحتى هن يقوموا بترويجها بمطارح تانية. عملية نقل هالمخدرات بس يكون في كمية معينة، يعني اللي هي كمية يمكن أكتر من الكميات المعتمدة للاستعمال الشخصي، بيعمد هو لتكليف بعض الأشخاص اللي هن موجودين عنده ليقوموا بنقل هالمخدرات للجهة يلي بتكون طالبة الكمية، يلي هي مثل ما قلنا بتكون مش كمية صغيرة. عملياً أحد هودي الأهداف هو مروج مخدرات تابع لهذا التاجر رح يكون متواجد بمنطقة بعبدة على الطريق العام، رح يصير التهديد. ليش بمنطقة بعبدة؟
نحن ناصبين الكمين انه يكون بهذه المنطقة لاعتبارات معينة بعد دراسة للطريق، لقينا ان المطرح الانسب انه يكون بهذه المنطقة. بما انه الكل موجودين هلا هون، يلي المهمة يلي حننفذها اليوم هي توقيف مروج مخدرات. بالمبدأ نحن مش عارفين الوسيلة اللي جاي عليها، معقول يكون جاي اما على دراجة او بسيارة. مواصفاته للزلمة شو هي؟ هلا بالمبدأ هو طويل رياضي، الزلمة رياضي مسلح دايما، 99% بيضلوا حامل مسدس. شل جعبتك وهيدا معك مسدسك؟ معي مسدس. مسدسك موجود، مول مسدسك بدون الجلاء وبدون شيء، بدون الجلاء انت و هلا بتقربوا لقدام، طلعوا معنا بالسيارة لحتى تنزلوا مطرح ما بدكم تكونوا على الأرض. طلع بوجهه بسرعة، طلع بوجهه، يلا حرك، خدي راسك خدي راسك حلو السلاح خلص كمان هلو الكاميرا الثانية خلص هون برم كل الاغراض بقلب كيس، وعندي يلا حط هولي معه كمان، كل هول تليفونين كلهم الاغراض بقلب كيس واحد. العام الاستئنافي بجبل لبنان أعطى إشارات صارمة لتوقيف المتورطين بهيدي القضية. من جهة تانية كانت أوامر قيادة الشرطة القضائية واضحة بضرورة المداهمة بأسرع وقت ممكن، حتى ولو كان رئيس العصابة غير متواجد، حرصا منا على عدم وقوع أي خسائر مادية بين المواطنين. تابعنا استقصاءاتنا وتحرياتنا بهذا الموضوع، لأنه تبيّلنا أنه الأشخاص مثل ما قلنا اللي كانوا عم بيأمنوا له الحماية، واللي هني فريق عمله مشكلين فريق عمله، كلهم الأشخاص المطالب بعدة مذكرات عدلية وصادر بحقهم أحكام بتقضي بحبسهم لسنين عديدة، من 5 إلى 10 سنين.
ونتيجة لهالشيء صرنا نحن مقدرين الموضوع أنه ممكن أي مداهمة تكون مش مدروسة، ممكن يعني نكون عم ندفع عودة الأشخاص هون لمقاومتنا. تدعيم المبنى ببوابات حديدية كرمال شو؟ كرمال تأخر عملية المداهمة ليتمكن من الهرب من مخارج خلفية أو الدرج الخلفي اللي بيوصل على الطريق أو حتى كان ينطر وصول مهازرة لإله أو أي إطلاق نار على الدوريات، كيف بتفسروها؟ المعلومات اللي جمعناها أكيد بتأكد لنا وجود تدعيم لهالبوابات اللي هي موجودة. الهدف الأساس منها أكيد التأخير من ميلي إذا كان قاصد أنه يوصلوا مؤازرة يستفيد من هذا العمل، ولكن الفكرة الأساس هو أنه يستفيد من الوقت لحتى يجرب يهرب من أحد المنافذ اللي هو مجهزهم لهذه الغاية. دقت ساعة الصفر وأعطيت الأوامر للمداهمة. يعني العدد الموجود يلي معلوماتك بتقدر بكم شخص؟ العدد الموجود في عنا في عدد موجود، ما بدنا نفوت بالأرقام وغيره، نحن العدد موجود مسلحين. أكيد. لذلك كانت الأوامر مشددة بوجوب ضرورة ضبط النفس وعدم إطلاق النار إلا بحالة الضرورة القصوى للدفاع عن النفس. عناصر ممنوع تظهر نهائياً غير ما نوصل لقدام المبنى، حتى العناصر يلي مسؤولين عن التغطية فوق، لأنه مثل ما لاحظتوا في كاميرات لقطة الطريق بكل الاتجاهات من ميلة فوق. كون المنطقة عندها طابع معين والأشخاص الموجودين كلهم فوق بيعطوا خبر لبعضهم ويمكن يصير في دعم أو غيره بطريقة ما، وخصوصي بظل الظروف اللي هي موجودة هلأ. مؤازرة يعني من غير صح 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 صح. يا مفتاح جهاز دقلي، خلي يكون رقمك أول رقم هون عندي. ايه اوكي دقلي ورا الدرج أنا كنت يكون كعب أول. وصلنا على الدرج كعب على الدرج. ماشي. ماشي، هلا بس نقرب لفوق، بدنا نحكي، بدنا نقطعه نهائيا. يلا يا صاحبي يلا.
خليك مأمن فوق، خليك مأمن فوق. عم يطلع صوت الصرخة تحت، خلينا ننزل شوف عم يصير. اي ساعة سكرتم امبارح مثلا؟ خمسة. خمسة؟ خمسة الصبح، بدل العالم يجوا للخمسة الصبح يشتروا. ها؟ وأي ساعة بتبلشوا؟ 12 تقريبا؟ 12. طيب امبارح سكرتوا الساعة 5. شو كان نتيجة البيع امبارح؟ شو كان معكم؟ مصاري؟ لا بنحطهم بكيس السمنة. ايه. هو بيجي قرابته بياخذ. هو ابن عمه بيجي بياخذ غلة منكم؟ كل يوم نفس الشخص بيجي ولا بيجي واحد تاني؟ هو ذاته هيدا الشاب واللي بيجيب البضاعة بالفان كله سوا كمية كبيرة. هو لوحده ولا معه حدا تاني؟ لا لوحده. بيجي لوحده؟ أي ساعة بيجيب لكم إياه يعني؟ ما في وقت. طيب هيدا منين بيجيبهم؟ هذا من البقاع بيجيبهم يعني؟ من فوق؟ بالضبط. من البقاع. هيدي هون ماريجوانا، هيدي ماريجوانا، هيدا حشيشي هون، هون سيلفيا، عم نشوف هون كمان كوكايين باز، عم نشوفهم مثل الحجر قد منن نت، هون عم نشوف الكمية الكبيرة من الكوكايين البودرة اللي هي بيز، هيدي بسموها النت، هي كمان هيدي مثل الكوكايين البيز، هي حاطين عليها اسم النت، هون عم نشوف المصاري الغلة اللي كانوا مطلعينها اليوم هول مجرمين.
هودي مبدئيا نتيجه اليوم يعني من الساعه من وقت من الساعه 12 للساعه 3 وقت صارت المداهمه بعتقد 4 ل 3 4 بحدود 3 ساعات يعني هي غلت يمكن 3 4 ساعات. التاجر الاساسي ما كان موجود؟ التاجر الاساسي ما كان موجود لانه هو اساسا من شهرين ثلاثه هرب من المنطقه نتيجه العمليات اللي قمناها نحن لتوقيفه، هرب من المنطقه وعم بيدير جماعته من محل بعيد عن مكان المدير. مبدئيا معلوماتكم بتقول انه صوب الجرود بمنطقه ايه مبدئيا صوب الجرود، صوب الجرد هو، بس عاجلا ام اجلا راح يتم توقيفه ان الله راد. منطقة شعبية بامتياز، سكان بيعيشوا تحت خط الفقر، أحياء فقيرة وأبنية عشوائية مكتظة بالسكان، ولكن الفقر مش هو السبب الأساسي لتعاسة هيدي المنطقة، فأعداد الخارجين عن القانون إلى تزايد وانتشار المطلوبين وصل إلى حد كبير. أما الموضوع الأخطر ويلي بيشكل مصدر إزعاج وقلق إلى أهالي المنطقة الآمنين هو فرض القوات على المحلات والمنازل. أما الفوضى العارمة يلي اجتاحت المنطقة فبدأت إثر الاشتباكات المسلحة بين آل حجولة من جهة وآل زعيتر من جهة أخرى. قتيل وثمانية جرحى من آل زعيتر نتيجة اشتباكات الليلكي ومحاولة لاقتحام مستشفى سانت تيريز. في موضوع تاني الناس ما بتعرفه انه بمنطقة الليلكي اصبحوا الناس الامنين بحالة انزعاج وقلق دائم من خلال هودي الاشخاص المطلوبين يلي موجودين وعم يدفعوا ضريبة تواجد هودي المطلوبين بمنطقة. حتى بعض هول الاشخاص اللي عم نحكي عنهم هول الاشخاص المسلمين هن جايين يعيشوا ضمن نطاق الدولة ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية، هول الاشخاص اضطروا يبيعوا شققهم وبيوتهم بأدنى بكثير من أسعار الحقيقية نتيجة وجود هؤلاء الأشخاص بالمنطقة، وبالتالي هن شكلوا عبء مادي وعبء نفسي على الموجودين فيها. تجار المخدرات استغلوا هالواقع وشرعوا ببيع المخدرات والتجارة فيها بوتيرة أسرع من السابق، مستغلين الأحداث الأمنية ومحتميين بالواقع العشائر السائد. المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قررت دخول المنطقة والبدء بضربات نوعية لتوقيف المطلوبين. قيادة الشرطة القضائية حددت أهداف متنوعة وكانت الحصة الأكبر من الأهداف لمكتب مكافحة المخدرات. كل قضية في علها ظروف توقيف، وبالتالي نحن بعد ما صرعنا قاعدة بيانات ووفرنا المعطيات اللازمة نحطها تحت إشارة النائب العام. بعد ما نأخذ إشارة من النائب العام بيصير في مرحلة ثانية هي غرفة العمليات قيادة الشرطة القضائية اللي بتعمل بتوجيهات وأوامر حدد قائد الشرطة القضائية. بعد منها نحن في عنا خطة بيضاعة على رئيس المكتب، مننفذ هذه الخطة وفقا للمعلومات اللي توفرت عنا. شو الخطة هلأ للتنفيذ والانسحاب؟ تقسمت القوة لثلاث مجموعات، في مجموعة رح تتدخل مباشرة بالتوقيف، مجموعة تانية رح تتولى الحماية، المجموعة الثالثة رح تقوم بمهام هي حفظ المنطقة المجاورة وبالتالي هي تأمين مسالك الطرقات دخول وخروج الشخص. اتخذ القرار بالدخول للمنطقة وضرب أحد تجار المخدرات. هودي مطلوبين أساساً الأشخاص؟ اجتنا المعلومات أنه عم يروج مخدرات بقلب غرفة بديرة هو بشكل أنه هو يعني استلم موتير كهرباء بالحقيقة شيء من النوع. بس لتاخدوا خاطروا وتفوتوا على هيك منطقة واحتمال يصير في اشتباكات، هل قد الشخص يعتبر هدف حساس أو مهم بالنسبة لمكتب المخدرات لتاخدوا هيدي المخاطرة بالدخول للمنطقة؟ أكيد، لأنه هو بيعتبر أنه هناك قاعد بهاي منطقة أنه ما حدا فيه يفوت إلا ما يكون يعني مثلا هن عندهم علم أنه جاي دوري الدعم وكذا. نحن اجيناهم بالموضوع هيك نوع من المنطقة
يعتبر انه صعب الدخول والخروج الا مش من قبل الدوله، من قبل المواطنين والناس العاديين. بنسمع الناس عم بيبينوا خلال التحقيقات بمكتب مكافحه المخدرات انه عم بيقصدوا هاي المنطقه ليشتروا المخدرات، ناس هن بيعتبروا حالهم من الطبقه المخمليه او ناس بيعتبروا حالهم مقتدرين ماديا، شو اللي بيجبرهم يروحوا على مناطق شعبيه كرمال يخاطروا بحالهم ليشتروا مخدرات، وخصوصي ماده الكوكايين عم نحكي عنها تحديدا. عناصر الشرطه القضائيه كانوا متخفيين وبلباس مدني لعدم لفت الانظار، علما انه تواجد اي شخص غريب عن المنطقه حتى ولو ما كان ذات صفه امنيه ممكن انه يكون عرضه للاشتباه وبالتالي للاعتداء من قبل المطلوبين. أثناء المداهمة بدأ المطلوبين بإطلاق النار بشكل عشوائي على الدوريات من على سطوح المباني ومن داخل المساكن. تم إلقاء القبض على الهدف وبحوزته المخدرات والأسلحة. نحن متجهين لتوقيفه بعد ما نشرنا العناصر تفاجأنا أنه وقف على الطريق برا. طبينا عليه للزلمة كلبجنة صار يصرخ، عم أهل المنطقة أخواله أو حدا بيقدر بإطلاق النار على القوة اللي كانت عم تداهم. رجعنا دهمنا الغرفة جبنا هول المخدرات، كوكايين بودرة، كوكايين حجر، حشيشة كيف، ميزان حساس لوزن المخدرات، قنبلة يدوية، بندقية كلاشينكوف مع قمشطين. هول كانوا بقلب الغرفة. الزلمة كان موقوف سابقا ومطلوب للقضاء حاليا. هو هاي المنطقة كتير حساسة كونها دائما كانت تشهد اشتباكات بين عائلتين. أثناء التنفيذ شفنا صار نوع من الفوضى من إطلاق النار، من محاولة اقتحام أو الدخول إلى الغرفة المكان المخصص لبيع المخدرات من ناحية إلقاء القبض. شو يلي صار بالتحديد؟ من وين كانت مصادر إطلاق النار على الدورية؟ هلا هو بس قررنا تنفيذ المهمة نحن بعتنا بعض العناصر على دراجات نارية والسيارة ظلت بالخلف ونزل ناس على الأرض مشيت بعد ما تأكدنا أنه هو موجود بالغرفة. لحظة وصول الشباب لحد الغرفة ثاقبت هو ظهر لبرا. هلا بس ظهر لبرا حاولوا الشباب يوقفوه، بلش يصرخ هو يستنجد بالعقارب والجيران وهونيك بالمنطقة، فدبت حالة الفوضى وصار يطلع علينا اطلاق نار من البنايات، ما عرفنا المصدر يعني بالضبط. ولكن مع انتهاء هيدي المهمة الدخول بحد ذاته لمكان بعض المطلوبين، نقول بعض المطلوبين مشان ما نعمم على المنطقة، هي مجموعة قليلة من المطلوبين، هن أثروا سلباً على هوية المنطقة بالنسبة للرأي العام. صحيح. بعد هودي المطلوبين من بعد هيدي العملية اعتبروا حالهم بطلوا بمأمن وصاروا أهداف سهلة بالنسبة لقوى الأمن أو بالنسبة للأجهزة الأمنية. في خطة موضوعة ضمن مكتب مكافحة المخدرات، موضوعة تحت إشراف حضرة رئيس المكتب وتحت إشراف العميد قائد الشرطة القضائية. هذه الخطة لا تستثني أي شخص، وبالتالي بعض الأشخاص اللي هن موجودين بمنطقة الليلك وعم بيروجوا مخدرات وصاروا معروفين بالنسبة إلنا بأسمائهم ببيوتهم بزوجاتهم
وبالأشخاص المتعاونين معهم موجودين وصاروا تحت نظرنا ويترقبوا بأي لحظة رح يكونوا موضوع حدث أمني رح يكون ينحكى فيه بكل الوسائل الإعلام. موضوع المتعاطين يلي بيقصدوه، أنا بعرف إنه اليوم القضاء عم يتعاطى بالمتعاطي المخدرات على إنه مريض أو مدمن أو إلى آخره، ولكن وجود تعاطي المخدرات هو اللي عم بيشجع التاجر. لو ما في حدا بده يتعاطى مخدرات التاجر ما رح يتحمس وما رح يكون عنده مروج عم بباله. صح. بالنسبة للمتعاطين أنا رح كمان أتوجه لهم بتحذير لحتى يعرفوا هن وين رايحين وشو اللي رح يواجهوا. أنا رح أقول لهم بالعربي يعني الواضح 100%، بالنسبة لهم لو كانوا متعاطين كل العالم صارت تعرف يمكن أنه المتعاطي عم نتعامل معه كمريض وكشخص لازم ناخد بإيده لحتى يخلص من آفة المخدرات ونخلصه من هالمشكلة. بس إذا بدي دل أخدها بهالطريقة يعني الغير مكترسة والمستهترة، نحن بالنسبة لنا أي متعاطي بدنا نلاقيه بهيدا المكان عم يشتري مخدرات بدي يتم التعامل معه بطريقة حازمة جدا، وبدي يسري عليه اللي بيسري على تاجر المخدرات.